بصي، هو احنا الاكيد ان احنا مش هنقول حاجة عن اللي سمعناه، بس بصراحة يعني احنا ما بنحبش المشاكل، واحنا كنا جايين عشان نتعلم ونرجع بلدنا وخلاص. ايوه بالظبط، احنا ان شاء الله هندور على سكن جديد عشان قدر حتى نوفر في فلوس المواصلات. يا بنات انا مقدره والله كل اللي انتوا بتقولوه ده، وعلى فكره بقى انا مش عايزه منكم اي حاجه خالص، بالعكس اي واحده فيكم تبقى محتاجه اي حاجه انا هساعدها واقف جنبها. انا بس عايزاكم تفكروا معايا، اللي حصل لسماح ده حصل لها ازاي؟ وبعدين سحر هي اختفت فعلا ولا شيرين باعت اعضائها زي ما باباها بيقول؟ والاهم من كده، نيلي اللي كانت شاطره في التعليم وكلها حيويه تنتحر ازاي؟ وازاي هناء بعد ما نامت في اوضتها صحيت تاني يوم الصبح عندها حاله عصبيه؟ أكيد شافت حاجة، أكيد شافت جريمة، أكيد حصل حاجة. أنا بس عايزاكم تساعدوني. هو أكيد الحل عند شيرين، اشمعنى؟ هي شيرين دي وراها كل المصايب. أنسة شيرين، مدام فريدة مستنياكي، النقاش وصل، محتاجاكي تختاري معاها الألوان. أنا إمتى هينكتب لي في أنهايا اللي أنا فيه؟ مقدرش، لا مقدرش، أنا عايزة أعيش الكام يوم اللي باقيين لي دون عذاب. كفاية اللي حصل، كفاية إن أنا خسرتكم. تعرفوا ده كل يوم، كل يوم بينعسر قلبي وانحرق عليكم كأن الزمن ما عداش، كأن اللي حصل ده امبارح. بشوف كل حاجة شريته قدام عينيا لحظة بلحظة، كل يوم كل يوم بقول النهارده هجتمع بيكم من جديد، لكن للأسف الظهر الأوان ما جاش ولسه مكتوب لي العزم. شايفك؟
أقلي شيرين، حب ايه ده؟ حب ضعف. انا ما بضعفش. صباح الخير. صباح النور. انا عرفت ان انت بقالك سنين هنا، هو انت منين اصلا؟ ليه؟ عادي يعني، مش يمكن نطلع قرايب؟ انا ماليش قرايب. ازاي بقى؟ هو في حد في الدنيا دي ملوش قرايب؟ الا بقى يعني لو هو اللي اختار ان هو يعيش لوحده، هيقلي ده يبقى غلط قوي. اكتر حاجه اتعلمتها هنا اني ما اتكلمش كتير. كل اللي بيجوا هنا بيقعدوا فتره وبيمشوا. بنشوف كتير، منهم الطيب والوحش، ومنهم الكويس واللي ما بنشوفوش تاني خالص. علشان كده يا ريت تحترمي ان انا ما بحبش اتكلم مع حد ولا يبقى لي علاقه بحد. كنت لازم اجي اشوفك، انا اسف. وبعدين واخرتها معاك؟ اكيد ليها اخر. انا عاوز اقابل مامتي. مامتي؟ عايز تقابل مامتي ليه؟ علشان اقول لها اني بحبك، ما اقدرش اعيش من غيرك. طب امشي دلوقتي يا اسمي. الله، قولي اسلام تاني كده. عشان خاطري امشي. خاطرك غالي قوي عليا يا قلبي اسلام. انت جريء جدا على فكره. لا انا بحب. مين ده؟ وايه الورد ده؟ هو انت لازم تستجوبيني على كل نفس بتنفسه؟ ورد وجالي. تيتي بعتت لي ورد، وده بتاع الدليفري. ده؟ ده شكله صاحب محل الورد. وبعدين تيتي هتبعت لك ورد ليه؟
خلاص يا استاذ رأفت، صابرين عايشه هناك وهتظبط لك الدنيا. ببلاش، الا يجرى لها حاجه هي رخرة. لا لا، دي قرده بسبعة ارواع. مش عارف اقول لك ايه، لو سحر كانت فضلت عايشه معايا هي وامها كان يمكن ما جرالهاش حاجه. انت مش بتقول انك مش متاكد انها بنتك ولسه هيتعمل لها تحليل؟ ان شاء الله هتبقى هي وهتلاقيها عايشه تمام. عايشه ازاي وانا اللي قتلتها بايديا؟ قتلتها ازاي؟ قتلتها يوم ما جريت ورا واحده ست ما تستاهلش، ولما فقت رحت ادور على بنتي كانت ضاعت. التحاليل اثبتت انها مش سحر. امال سحر بنتي راحت فين؟ للاسف ما جاتليش اي معلومات عنها. ادخل. تمام يا فندم. خير يا امين مصطفى. في جثه لو متقطعه مرميه على الطريق. اتكلم بعدين يا استاذ رفت. انت لازم تعرفي الكتاب اللي بتشتغل منه فين. انا شايفاها امبارح وهي بتحضر، روح اختها عشان تساعدها. افهمي بقى، فضلتي ساكته لما موسى حرق ولاد ابنك ومراته وخد منك الفيلا، مستنيه ايه تاني؟ مستنيه ربنا ياخدني. انا خلاص ما عادش عايزه حاجه من الدنيا دي. متقلقش شيرين، كده هتموتي، بس روحك هتفضل متعلقه زي روح ولاد ابنك. بطلي جبني بقى، انا معاكي. مش هتقدري عليها، دي بقت اقوى من الاول بكتير. دي ساعات تعرف انا بفكر في ايه من قبل حتى ما اتكلم، وساعات احس بيها جوه الاوضه معايا، حساني وشايفاني، وساعات بحس بيها، بحس بنفسها جنبي في سريري. دي ما بفوتهاش لا كبيره ولا صغيره، محوطانه حوالينا، شايفانا في كل حته. قوتها اكبر بكتير منك يا مدام فريده. هو لا عرفتها ولا شفتها قبل كده. لو الكتاب في ايدي هقلب عليها كل اللي بتعمله، واعرف طريق الذهب فين. ذهب ايه؟ أكيد مخبية عند تيتي. لا مش عند تيتي. يبقى أنتي عارفة مكانه. قوليلي، ما تخافيش، الكتاب ده كان معايا أنا، بس هي اللي سرقته مني. خير؟ عندكم اجتماع ولا حاجة؟ اجتماع؟ دي كان بتجيب لي قهوة. وخلصت القهوة؟ خلصت. قومي خدي الفنجان وروحي المطبخ، وراكي شغل كتير هناك. خليكي صريحة، انت عايزة ايه بالظبط؟ الذهب. كنت عارفة انه ده بس السبب اللي مخليكي قاعدة معايا. انا ضيعت عمري علشانه. واختي كمان ضاعت عشان الذهب. مش انا السبب في اللي عمله ابوكي؟ الام البريئة الطيبة، كيوت، سو كيوت.
انا كنت هعمل ايه؟ تعملي ايه يا ترى؟ تعملي ايه؟ تمنعي؟ يا سلام، لو انت ما تعرفيش ابوكي ما في حد يقدر عليه ولا يكسر له كلمه. انت كنت بتقدري عليه، انت من يوم ما اتجوزتي سيطرتي عليه تماما، ده حتى شهاب صاحبه سيطرتي عليه. شهاب صاحب الفيلا دي فاكره؟ كنت بشوفك معاه وسمعتك وانت بتتفقي معاه على ابويا، بس للاسف خطتك فشلت، مراته اتحرقت وعياله اتحرقوا بس امه لا. فضلت عدالك عرفتيش تخلصي منه، وشهاب نفسه اتجنن من كتر البرشام اللي كنتي بتحطي له في العصير. انت تخلصي خالص، تبطلي الكلام ده. اهدي يا مرات ابويا، انت خططتي انك تولعي في ابويا وفي عيال شهاب وفي مراته وفي امه اللي قعدت في قرابيزك، وتبقى قضاء وقدر. بعدين تاخدي كتاب سليمان اللي انت هتموتي عليه دلوقتي من شهاب عشان تلاقي الذهب، وابويا لما شهاب اقنعه انه الكنز عشان يتفتح مش هيتفتح غير بدم عذارة، الفكرة لمعت في عيني. الفيلم الهندي اللي بتقولي ده فيلم قديم قوي، الحكاية مش كده خالص. شهاب يا حبيبتي هو اللي قتل مراته، عارفة ليه؟ عشان لها بتخونه، بتخونه مع أبوكي، أبوكي القذر الرمرام قتلها، وبعدين كان بياخد برشام. أيوة من قبل أنا معرف، وأمه موجودة هي يا حبيبتي عايشة اسأليها. أبوكي استغل الفرصة ولقاه بياخد البرشام، كتبه عقد الفيلا، عارفه ليه؟ عشان يدور براحته على الذهب، وده بحته وقامتي علشان الذهب ده. صدقيني انا معرفش عمل ايه في شريهان لانه اختفى بعديها. دبح مامي، ما تتعبيش نفسك، اللي بتدوري عليه مش ده هنا. مجنون؟ انتوا التلاتة شياطين، انا هفرقكم الجنان اللي على اصوله، اتشخصوا لكم. استاذ رفعت ارجوك سيبني في ايديك ده، استاذ رفعت انا هساعدك، هعمل لك كل اللي انت عايزه، كل حاجه وليها حل. ارجوك حيله عليه ولا ايه؟ ده جبان ما يقدرش يعمل حاجه. اتشهدوا على روحكم. شيرين